حاجات معينة، فهي كانت حاطة في أغداني مرحلة وصلت للحاجات دي جنبها وطيارة موصلتش، فهي هتفضل جنبي عادي. وكنت حابب أبين الناس اللي هما كانوا بيقولوا إن أنا متشدد ومش متشدد، أنا عرفتها وهي مدن، وأنا أصلا كنت بقدم حربية وكده. يعني ماليش علاقة بالحاجات اللي هما بيتهموني بيها دي. بس ولما جينا ارتبطنا وكده حصل بقى أول خلاف، كانت هي حتى كانت هي اللي بتحكي لي، كانت بتقول إنها عايزة تسيب شغل المدير وكده وتشتغل في مجالات تانية، وأنا عادي كنت عشان أنا وهي بنحب بعض، فما كانش فاهم معايا هي شغالة إيه ولا هتشتغل إيه، بس كنت بوافقها في كل حاجة. وبعد كده اتضح إنها كانت بتكذب عليا، ولا كان في الكلام ده، ولا كان أهلها عارفين، ولا أي حاجة من الحاجات اللي هي بتقول عليها دي. لحد ما حصل فترة بعد 3 شهور كده ولا حاجة، الكلام ده في تاني. والفترة اللي احنا قعدنا فيها كنا بنتقابل وكنا بننزل وكنا بنخرج في كل حتة، كنت بعمل لها كل اللي هي عايزاه. وبعدين حصل فترة اللي هي بعد اللي هي 3 شهور دي، وبعدين حصل اللي هو الرجوع تاني. يعني وكده لما حصل الرجوع تاني كل الحاجات دي بقى موجودة، انها كانت بتقعد تعيط لي تقول ان الكلام ده كله غصب عنها، وانا كنت بلومها. كانت هي خلاص بقى بدأت في الايه في الطريق اللي هي ماشية فيها يعني وكده، فانا كنت بلومها على الـ على الـ على طريقة حياتها يعني وكده. كانت تقعد تقول لي محدش بيصرف عليا، محدش بيديني جنيه وكده، فانا بتقعد تعيط. فانا وقفت معاها تاني، وقفت جنبها تاني على اساس الوعد اللي كان بيني وبينها انها هتبعد بعد كل الايه الحاجات اللي هي ماشيه فيها دي. وكنا برضه بنتقابل بس كان قليل بقى الفتره دي، لانها كانت في القاهره، كان كل فتره ما تنزل محل كنا نتقابل. وتعرفت على مامتها في الفتره دي، بس كانت بتقول لي بقى بتحكي لي اللي هو كان في يعني مشاكل ما بين باباها ومامتها، بس مشاكل عائليه عاديه. انا ما كنتش عارف نوع المشاكل دي او المشاكل دي. بس لحد بقى ما جه في مره حصل مشكله وكده، ووقت البيت شوف الموضوع على اساس ان احنا عارفين. اكتشفت بقى ان ابوها ما يعرفش اي حاجه، امها بس هي كانت عارفاني لان كنت وصلتهم قبل كده، وابوها كان قاعد ما يعرفش الموضوع، فعلى باله ان انا كنت جاي اتخانق مع بنته، فقعد يشد معايا وكده. وبعدين بقى بعد الموقف ده قعدنا اسبوعين بالظبط، وبعدين بقى بعد الاسبوعين دول المفروض كان في الفترة دي اللي هو خلاص انا كنت بعمل لها كل حاجة، فاللي هو دي يعني مش محتاجة ان انت تعمليه ده، كان ده الاتفاق اللي كان بيني وما بينها، اللي هو انا بعمل لك كل حاجة، كان حجتك اللي محدش بيصرف عليكي، فانا انا بعمل لك كل حاجة، انت مش محتاجة ان انت تعمليه ده. فجه بقى فترة من سنة ونص بقى بعد الحوار بتاع أهلها وكده، لقيت واحدة بتتصل بيا وبتهددني وبتقول لي لو فتحت بقك وهجيب لك جرم من
كذا وكذا، ولو طلبت بأي حاجة هعمل فيك وهسوي وهفضحك وهنولع عليك. قل طبعا انا بقى ايه صممت، طبعا الكوبايه دي استمرت ساعة. انا بقى ايه صممت فيها انك تعالى تقول كلام ليا، طبعا ما ينفعش ان انا اقوله، وكمية تهديدات. صدمته بكده اهلي طبعا ما كانش عاجبهم الموضوع، لانهم هما من الاهالي بيكون ليهم نظره يعني ايه فرقه عننا، فاهمين الدنيا. فاهلي ما قدرتش ادخلهم في الموضوع لانهم ما كانش عاجبهم الموضوع اصلا من الاول، ولا هي كانت عاجباهم وكده. فما حصل الموضوع ده انا فضلت مصدوم بقى فترة. وبعدين جيت بقى في يوم وقلت اقدرها لايه الشتيمة اللي هي شتمتها وكده، فقمت جاي عامل يمين، قمت داخل بطلع كل الشتايم وكده، بطلع اعتبار بس عشان كانت هي عملت شتمت، قمت جاي عامل بروكم وكل حتة، قمت داخل لها من يمين وقايل بقى ايه بطلع اعتبار وبطلع على كل الكلام اللي هي ايه قالته. والمفروض بقى كان انها كانت فاكره اللي هو ايه كان كنا احنا اياميها بدايه الامتحانات يعني وكده، كانت فاكره اللي بعد كده كان الموضوع كان الشتايم كان تاني كان بقى هي فاكره ان هو اللي انا هطالب بقى بكل الحاجات اللي هي بالحاجات اللي انا عملتها يعني معاها يعني وكده. المهم اكيد بقى انا بعد ما يعني ايه رديت الشتايم اللي هي عملتها ورديت على الكلام اللي هي قالته يعني وكده، ما كانش كله شتايم، انا كنت رديت على الحاجات اللي هي قالتها، بس كان بعدها باسبوعين، لان انا قعدت فتره ما كنتش مصدق انها هي اللي كانت هي اللي اتصلت وهي اللي كانت بتقول الكلام ده كله وبالشكل ده يعني. فردت لها ان ايه الحاجات دي كلها، وهي بقى كانت حاطه في دماغها ان انا هرجع اطالب بكل حاجه. لما جه بعد ما صاحبتها تقول لي انت لو فتحت بقك وطلبت الحاجه ان الحاجات دي كلها عامله بيها محضر، الحاجات اللي انت الحاجات دي كلها هعمل بيها محضر وهلاذيك، وهجيب لك ناس يعني وكده لو فتحت بقك. وقعدنا 3 شهور نتحايل عليها وقالت لك انت خلاص احنا مش عايزين حاجه منك، ولو على الحاجات اللي انت كتبتها ما انت يعني طبعا انت كتبتي زيها، فخلاص لو احنا ايه خالصين. فهي بقى كانت بتقول لا، ولو فتح بقها عامل وقعدنا 3 شهور نتحايل عليها، احنا مش عايزين حاجه ولا هنطالب بحاجه، وخلاص انت من طريق وهو من طريق ومش عايزين اي حاجه. وهي وطب مصممة انا هعمل وهسوي ونتقابل في النيابة ومش عارف ايه. انا 3 شهور لحد شهر 3 يأست بقى 2021. فانا بقى يأست بقى منها، فقلت لها خلاص اللي انت عايز اعمل ايه، انا قاعد اقول لك انت اللي عايزاني وانت اللي عاملاني، وبعدين بقول لك انا مش عايز حاجة وانت عمالة تقولي هعمل فيك وهسوي وكذا وانا ما عملتش اي حاجة، خلاص اعمل اللي انت ايه عايزاه. بس على حاجه بقى ايه، على حاجه انا ايه عملتها مش حاجه متدفعه يعني وكده. الكلام ده كان في شهر 3، فانا كنت بكلم اهلها علشان ايه اللي هو يعني حلو الموضوع،
هي أصغر أخواتها فكنت بقول إيه أبعد أمها وأبوها وأخواتها اللي هم إيه يساعدونا ننهي الحوار ده. قالوا لي إيه إحنا ملناش دعوة وتكلم معاها دوما أخواتها البنات أبوها وأمها عملوا بروك. أخواتها البنات قالوا لي إحنا ملناش دعوة وإحنا ناس متجوزة وإنتوا حابين مع بعض وملناش دعوة بالكلام ده واتكلم معاها في الكلية. جيت اتكلم معاها في الكلية الكلام ده كان بداية ال كان عايز يتهجم عليا وبيتعوضلي وكلام بقى كتير بقى. فالأمن جه خد بطاقتها وخد الأمن مكانش مصدقها لأن أنا في الكلية معظم الناس عارفين مني هناك فعارفين إن أنا ماليش في الحاجات اللي هي بتقول عليها دي. فالأمن جه خد بطاقتها وخد بطاقتي ورحنا بقى بعد الليل بعد الامتحان زي تحقيق كده. هي بقى عمالة تقول للأمن يعني وكده تقول لظابط الأمن أنا معرفوش وواحد بيطاردني واتقدم لي وأهلي وفضوه فمش عارف راح طاردني وبيتحكم عليا وبيتعرض لي في كل حتة والكلام ده ومعرفوش ومعنديش أي علاقة بيه. وبعدين بقى فضلت الأمن جه بيقول لي الكلام ده فأنا متجفت الموبايل وطلعت له بقى كل حاجة. فضلت الأمن قال لي إيه أنتوا بقاكم موصلة بتتكلموا عمال إيه الكلام اللي هي بتقوله ده. وسمعت بقى كل حاجة المحادثات بقى اللي ما بيننا وكده فاهمها يعني فاهم إنها بتحور وكده انها بتحاور كده. فقال لي يا ابني دي بنت مصط دمك والاخ فهمتك وانا لو منك انا ايه احسنها وكده. قلت له يا باشا انا كنت جاي اتكلم معاها على اساس اللي هو على اساس الكلام اللي سمعته من اهلها اللي هم قالوا لي اتكلم معاها وشوف الخلاف والام اللي ايه الدنيا مع بعض. فانا كنت رايح على اساس ده وقال في اي كلمة من الكلام اللي هي قالته ايه مظبوط بس. فقام جاي ادالي بطاقتي ومشاني معرفش بعمل معاها ايه بقى بعد كده. لغاية هذا التاريخ يا محمد لما اقنعت هي بقى طب فضلت مني في الكلية عمالة تقول انها ان انا الكلام ده اللي هي بتقوله هي وقالها ان انا مش عارف عايز ارتبط بيها غصب عنها وان انا مش عارف ايه وكده وانها واحدة مظلومة. طبعا اللي عارفيني ما بيسمعوش الكلام ده لانهم عارفين واللي كان كنا احنا لسه في الثانية. ف بعد كده انا خدت الشنايب بتاعها والصورة وكده وبعتها لايه؟ لقرايبها. فقرايبها قالوا لي انت كده بتشهر ومش بتشهر بيه. قلت لهم انا مش بشهر انا الصور دي انا مش جايبها من بابا. الصور دي بنتكم هي اللي منزلاها والشتايم دي بصوت بنتكم وكل الحاجات دي بصوت بنتكم والكلام ده كله كلام بنتكم. انا مش مسجل لها حاجه غصب عنها ولا مصور لها حاجه غصب عنها
دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها ببساطتها من غير اي طريقه وحشه. فقال لي ماشي واحنا غلطانين وعايزين بقى نلم الموضوع ونحل الخلاف اللي ما بينكم يعني وكده، واحنا كنا غلطانين. الكلام ده كلام امها وكلام ابوها. طب عايزين نقابلك، كانوا عايزين يكون لي البيت وكده. بدأنا سنة ثالثة يا محمد. بدأنا سنة ثالثة او من صيف الذي اعقب امتحان ثانية. بعد امتحان ثانية ما خلص العلاقة كانت شكلها ايه؟ ما هو انا عايز احكي عن حاجة مهمة في الفترة دي. قالوا لي بقى احنا عايزين نحل الموضوع وكده، فانا سكتهم وقمت جاي رايح وما قلتش حد لا من اهلي ولا من صحابي. فروحت لهم البيت، راحوا جابوا لي بطاريه وغطوني على مشروبات وكمبيالات وحاجات من دي عربيات. ابوها قال لي وشي كده، قال لي انا ماليش دعوه بالكلام ده كله، انتوا حرين مع بعض تولع فيك تولع فيها، انا ماليش دعوه بالكلام ده كله وخلاص انا شايل ايدي منها وانتوا حرين مع بعض، بس احنا هنوضيك على الكلام ده كله عشان نضمن اللي انت بعد كده ما تجيبش سيبتنا في اي حاجه. ومضيني بقى على الوصمات وكده وخلصت بقى سنة تانية على كده. من هنا بقى فكرت ان انا بقى انتقم منها بقى. لما جيت كانت دراسة التالتة بدأت ولا لسه؟ كان ايه؟ كانت دراسة سنة التالتة بدأت ولا لسه؟ كنا داخلين عليه. كنت عملتوا جلسة الصلح العرفي ثم وقعت على الأوراق. مش صلح؟ هم كانوا بيقولوا اللي هو صلح. ايوه على قولك يعني، خدعوك على قولك. ايوه هنا بدات يعني كان باقي لك ايه على الدراسه بتاعت سنه ثالثه؟ شهرين كده ولا حاجه. في شهرين حصل ايه؟ شهرين ده انا ما كنتش حاطط في دماغي اللي انا اموت. انا جات لي فكره اللي انا انتقم لنفسي، اللي هو انتوا كده اذوني كتير وهضروني وكده، فجات لي الفكره اللي انا امتى؟ ما كانت فكره التامل اليوم ده، بس مش بالشكل اللي هو ايه؟ كانت الدراسه سنه ثالثه بدات ولا لسه؟ كان لسه شهر. طب لسه شهرين. بس انا جات لي فكره الانتقام مش بالشكل اللي بقى انا ايه؟ مش بالشكل اللي انا فزته، جات لي فكره الانتقام اللي هو ارد ايه؟ اعتباري وقوامتي بس. دي الفكره اللي جات لي. ما في الليل بقى ثالثة هي بقى استمرت في انها بقى تلسن عليا وتقول كلام ما بيحصلش. ما حاولتش تقرب منها في الفترة ايه؟ ما حاولتش تقربوا من بعض؟ حاولت بقى عشان الفكرة اللي جات لك اللي تقام تقدر. انا حاولت، انا قلت ايه؟ كان حاولت ان انا اهدم موضوع ان انا ايه؟ ما اخدش الموضوع على كرامتي واتعامل معاها كويس تاني. لكن هي ما كانتش يعني ايه بتصدق ايه؟ ما كانتش خالص يعني. كان الناس بقى فهموني، قالوا لي هي هي تلاقيها فاكره اللي انت بتعمل كده عشان توقعها، ما تعرفش اللي انت يعني ايه؟ ان دي مشاعرك بجد يعني، واللي انت يعني ايه نفسك تنهي الموضوع ومش عايز اي خناقات وخلافات يعني وكده. هنا ولا عايز اتاذى ولا عايز يحصل اي مشاكل. كنت بعت لها بقى يعني كلام كويس وكده، فأهلها بقى كانوا يعني يمسكوا الكلام ده ويقولوا ده بيجري وراها مش بيجري وراها. وانا كان قصدي ان انا احاول ان انا يعني اقول لها ان انا يا ستي مفيش في دماغي انتقام، وانا مسامح في اللي انت عملتيه وننهي الحاجات دي بقى. بس ده اللي كان قصدي، ده اللي كنت اقصده من كلامي. لحد بقى جه تالتة وكده، بداية تالتة هي بقى جه ابوها كلمني
على الموبايل. حد يقول لي اللي هو انا ماليش دعوه وكذا وكذا، وقال لي وانا كنت بقول الكلام ده كله عشان امها، وامها هي اللي كانت بتبقى هي اللي كانت ايه ماسكه الدنيا وكده بتخليني اقول كده، ولو كنت قلت الكلام ده كانت بتبعت لي اهلها ويشدوا معايا يعني وكده، وتحصل مشاكل مطروح بالعربيه بتاعته. حاولت تقرب منها ليه شخصيا؟ انا عايز بس اوضح نقطه بس. اللي اتكلم كان ما بيني وما بين ابوها كان اللي هو كان بيقول لي امه سايبه له اللي هو امها سايبه له البيت، فما تعرف انها جت ترجع وبيدوا يتلموا بيه، فبيقول لي ساعدني اللي انا ايه بيجي يتلموا وكده، والكلام ده مظبوط في المحله. وراح وكان اللي راح الاسم يعني في المحله، وكان رفع قضيه انها متغيره وكده، ما اعرفش هي فين. محمد عشان يعني لا ترهق اكثر من كده، انت عايز تتكلم فانت بتتكلم بالتفصيل قوي. بتتكلم عشان حاجات بس ما عايز تكمل يعني. اتفضل يا حبيبي. اتفضل. وصلت اعترافات محمد عادل امام القضاء. فالمهم كان بيشتكي لي بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي كان بيقول لي هي لما كان يحصل مشكله وكده كان امها اللي هي مراته تقف له وتجيب له اهلها يعني وكده، وتقول لبنته لان هي هات له ظابط من اللي انت تعرفيهم عشان يقدمه. هو اللي كان بيقول لي الكلام ده على لسانه، تمام؟ ما اتكلمتش على حد، هو اللي كان بيحكي لي الكلام ده كله، ويقول لي انا كان كل ده غصب عني، وانا كنت بروح وبشتغل وغايب عن البيت عشان اجيب الفلوس يعني وكده، ولكن امها هي اللي كانت عايزاها تطلع بالشكل ده، والشكل ده هو السبب في اللي حصل لك يعني، وكان اللي هي التربيه اللي هي تربطها دي كان سبب اللي هو ايه اللي هو حصل لك يعني. طيب يا محمد، امتى بقى يعني حسيت ان مفيش فايده ونويت يعني تكتب؟ امتى؟ هو بعد الموضوع ده بهمش وكده، وهم جابوا لي بطاقية وكده، يعني الموضوع ده اللي كان اتفاق بيني وبين ابوها وما عرفت بيه، فبعتت له بطاقية يعني وكده، وبعتت لي انا كمان بطاقية عشان بقى ايه اللي هو نشيل ايدينا من الاتفاق، واللي هم يخوفوني ووصفوا طبعا بعد ايه عن الكلام ده كله. في دماغي اللي انا كائن بس مش بالشكل ده. وجه بعدها لقيت واحد ظابط داخل يكلمني بيقول لي انت لو ما بعتش عن غيره انا هجيبك في معرفوش. الظابط ده هو مش الشله بتاعها من القاهره اصلا، مش من هنا،
ويقول لي انت لو ما بعتش وشلت نفسك من الحوارات دي كلها انا هجيبك وهلفلك بتاع هلفلك قواضي وكده. الكلام ده كله على الفيس. وبعدها بيومين الفيس بتاعي اتقفل. الفيسبوك بتاعي اتقفل. هو اللي بيقول لي اللي هو الشخص اللي هو كان بعت عليك. امتى فكرت في القتل يا محمد؟ فكرت في القتل بقى بعد كمية بقى حاجات بقى اللي هو انا